هند، انت خايفه وانا بعمل معاكي حديث باعتبارك اكتر ممثله في مصر؟ لا طبعا. ازاي؟ لان انا وانا بمثل مع فؤاد ما بخافش منه، لان هو بيعلمني حاجات كتير قوي، بيعلمني الرقص، بيعلمني الاغنيات، بيعلمني كل حاجه. صوتك حلو يا هند قوي، سمعيني كده. الطائر الصغير مسكنه في العش، وامه تطير تاتي له بالقش، تخاله الطيور اذا بدا في الفرش، كانه امير يجلس فوق العرش. الله، صوت جميل قوي. اسمحي افتحي بقك كده شوف اسنانك قد ايه، كام واحده، في كام سن عندك هنا؟ كم سنة؟ ما بعدهمش. مين أحسن ممثلة أنت بتحبيها؟ هي طنط إلهام شاهين. وطنط شيرين خورشيد. وطنط شيرين خورشيد؟ ليه؟ لأنه هما بيمثلوا كويس أوي أوي أوي. بيعجبوك يعني؟ أوي. طيب مين من النجوم بيعجبك؟ هو عمو نور الشريف. وعمو مظهر. وعمو سيد زين. طيب مين ما بيعجبكيش؟ بصراحة عمو أحمد بدر. ما بيعجبكيش ليه؟ كده كده ليه؟ لأن طريقة كلامه وحشة. إزاي؟ تعرف تقلديها كده؟ لا. النهون فكريني كده بيه. اللي هو اللقرع. يعني إيه اللقرع؟ دماغه ما فيهاش شعر. ما فيهاش شعر. اتعلمت إيه من عمو فؤاد؟ تعلمت الرقص، تعلمت الغنى، تعلمت حاجات كتير قوي. انت بتاكلي مش خايفه تتخني؟ بتاخد لك واحده من ده؟ واحده بس؟ لا اتنين. في حد يعزم عليا وياخد اللي بياكله؟ قولي لي انت يعني نفسك تبقي ممثله في المستقبل؟ ليه؟ أنا بمثل كويس. قولي لي بتاخدي أجر؟ بتجيبي لنفسك هدوم؟ ولابسة كده عشان الدنيا حر؟ أنت علاقتك إيه بالممثلات زمايلك اللي في المسرح اللي بيشتغلوا معاكي؟ أنا ليا صحاب مش هنساهم أبداً، لأن بيحبوني وأنا بحبهم، بيلعبوا معايا كتير وأنا بلعب معاهم كتير أوي أوي أوي. دول عمرك ما تنسيهم ابدا؟ عمري ما انساهم. بنات ولا صبيان؟ لا بنات. بنات. طيب انت لما بتيجي رايحه المسرح بتقولي لباباكي ومامتك ايه؟ لا هي ماما تيجي معايا. بتيجي معاك لغايه هنا؟ طيب انت مش خايفه انك انت بتسهري بالليل؟ لا. بتسهري للساعه كام؟ الساعه 2. 2 مساء؟ طب مش ده كتير على طفله؟ انت معتبره نفسك طفله ولا مش طفله؟ لا مش طفله. امال ايه؟ ممثلة. معتبر نفسك ممثلة؟ أيوة. يعني زي الممثلات الكبار؟ انت عارفة ان طنط فاتن حمامة كانت ممثلة وهي عندها 9 سنين؟ عارفة كده ولا مش عارفة؟ عارفة. مين قالك طيب؟ انا بسمع. سمعت منين؟ من كل الناس. تعرفت قال دي انكل فؤاد لما يبقى متضايق ويزعق فيكي يعمل ازاي؟ ايه بنت ده؟ ايه ده؟ بس شش بس هنشتغل؟ من فضلك الطفلة هند الصغيرة أصغر ممثلة معاك، اخترتها ازاي؟ اخترتها من المجموعة اللي جاتني علشان تشتغل في المسرحية. ايه بالذات اللي لفت نظرك فيها؟ اولا شكلها الظريف. مدملكة. مدملكة كده. بتفكرني بدقية. ايوه اخرج كده من المود. ايوه دقية ماشية، دقية راحة، دقية جاية. ولابقة في الكلام والحديث. تقول كده تقول وما تخافش وما تكسفش وتحفظ وتمشي لوحدها وتعتمد على نفسها ويعني ده طبعا ده شرم في البنت يعني. تمام. ظريف. تمام. عندها كمان قبول. قبول فظيع. القبول ده بتاع ربنا. ده بتاع ربنا. رانيا ايضا 12 سنه. انا بحس انها موهبه وآسرة وواعده ايضا. طبعاً. طبعاً. انت اخترتها ازاي؟ رانيا دي جابتها لي قبل فضيله. قالت لي لما لصت
لبطلة في المعجنة الصحية. نعم. شكيت لله فضيلة. نعم. فضيلة توفيق. نعم. فقالت لي أنا عندي واحدة هكلمها لك في التليفون. وهي دي. فراح نكلمها في التليفون وقالت لي كنت سمعت. لما عرفت إن عم فؤاد هو اللي بيتكلم مسحت أمرك وتركيني بالليل. جت بالليل واشتغلت. أنت بيبقى لك نظرة أي ثاقبة من أول لحظة. من أول لحظة. رانيا اسمك بالكامل إيه؟ رانيا عاطف مصطفى ماهر. انت حاسه انك مشهوره؟ انا ما اقدرش اقول يعني شويه. طب شعورك ايه بالشهره؟ يعني الناس لما بتشوفك في الشارع وتقول رانيا اهي بتحس بايه؟ بحس يعني بشكر ربنا الاول على اساس ان ايه ربنا وفقني ان اتعرف، وبعدين يعني بقول الحمد لله وربنا يعني زودني يعني في شهره. نفسك تبقي في شهرة مين؟ طنط فاتن حمامة. اشمعنى؟ يعني أنا بحس إن هي بتمثل ما بتمثلش طبيعية، يعني فنانة فعلا عشان بتقول مش بتمثل وصلت. أنت عندك كم سنة يا رانيا؟ 12. طيب أنا هسألك سؤال ولازم تجاوبين عليه بصراحة. أنت وأنت على المسرح مع أنكل فؤاد معقول ما بتضحكيش؟ مش ممكن، انا كل يوم لازم اعمل ضحك على المسرح وما بقدرش انطق. لا حتى مره المشهد بتاعي انا وانكل فؤاد كل ما اجي اقول كلمه يعمل لي حركات بوشه ويحط ايده في ودني ويضربني مش بقدر انطق. قلت مشهد كله ضحك بالظبط يعني. وبعدين ايه يعني حتى ايه مره ساعات جالوز يهوهو اضحك هو بي يخش جوه الكواليس ويستخبى كده انا ما اقدرش استصعب خالص يعني. يعني انت بتضحكي ما بتقدريش تكتمي نفسك في عن الضحك؟ ما بقدرش، انا بحاول وبعدين ما ابصش يعني ابص ناحيه ثانيه ما فيش فايده. حاولت كذا مره. تقدري تقلدي انكل فؤاد في اي مشهد في اي حاجه؟ عايز اعرف قدرتك على الضحك. لا انا اقدر اقلده وهو بيضحكني. ازاي مثلا؟ يعني اذا كده ويحط صباعه في ودني يضربني حاجات كده. انت اتعلمتي ايه من انكل فؤاد كاشياء عمرك ما كنت تعرفيها قبل كده؟ كتير قوي. زي ايه؟ احترام الناس للمسرح. يعني انا اي ساعات ابقى بتكلم لو حد قال في الصوت في الصاله بنسى الكلام او بتلخبط فبنضطر نوقف لغايه لما او اي حد يخلص كلام وبعدين نبتدي بقى نتكلم. حاجه تانيه قرايه القران قبل ما ابتدي يعني ده لازم بقى عندي حاجه اساسيه. حاجه الثالثه الكلمه تطلع كل حروفها واضحه. يعني انا ساعات كنت قبل ما اجي كانت حروف كده ساعات تطير مني لا يقول ايه عايزها ترن في ودني وتبان يعني يسال كل واحد سمعتها صح وافضل اعيد واعيد واعيد لغايه لما تطلع الكلمه كامله. انت قلت لي عمرك كام؟ 12. مين نجمتك المفضله؟ في كتير، طنط نيلي، طنط فاتن حمامة، طنط سعاد حسني، كتير يعني مش عارفة. نفسك لما تكبري تتجوزي من نجم؟ لا مش هتجوز خالص نهائي؟ طب افرضي نجم السينما يبقى زي مين؟ مش عارفة، عم فؤاد. لا ده عم فؤاد كبير. لا زي عم فؤاد. زي عم فؤاد. يعني زيه في ايه بالظبط قولي لي؟ نفس الطباع. يعني انت ليه بتحبي عم فؤاد؟ يعني عارف انكل يعني هو عم فؤاد زعل مني يقول لي الحاجه على طول وبعدين تاني يوم يبقى ناسيها خالص. يعني ايه طيب قوي عم فؤاد بس على المسرح طبعا حاجه تانيه. من كل ركن وداك ما استفى اه يا دلالي عليه عسل يا شربات شربات النادك والنادى. ايوه شهر رمضان وفوزنا عم فؤاد